محاضرتنا لهذا اليوم هي الليكتشر 8 المرحلة الثانية من الأورال هيستولوجي انيمال ستراكشر تركيبة الانيمال. انيمال is the hardest calcified tissue in the human body because of its high content of mineral salts and their crystalline arrangement. The function of the enamel is to form a resistant covering of the teeth, rendering them suitable for mastication. الانامل هي اقوى واصلب نسيج متكلس في جسم الانسان، كلش قوي. اوكي، ليش؟ شنو السبب؟ السبب هو احتوائه على كميه عاليه من المعادن، اوكي، ومن الكريستالين ارنجمنت. وظيفه الانامل يعني الله انطى هذه، تميز بهاي الخاصيه وبهاي القوه، ليش؟ عن غيره من الستركتشرز بالبودي، لانه له وظيفه كلش قويه بالماستيكيشن، واحنا نعرف الماستيكيشن شنو دورها، يعني دورها عمليه المضغ والاكل، ايش قد يحتاج الانسان قوه انه يطحن الطعام ويمزق الطعام، وكذلك تجعل الاسنان تحمل اسنان تركيبة الأسنان، طبقات الأسنان الثانية من الكسر، من التسوس، أوكي، فهي طبقة جدا قوية، لذلك rendering them suitable for mastication. هي يعني لو مو الإنامل ما يقدر الإنسان يسوي mastication، عملية مضم، وما تقدر الأسنان تأدي وظيفتها. لو نلاحظ الكمبوزيشن مالته هو 96% in organic materials، كالسيوم، فوسفيت، هيدروكسيبيتيت، فلوراد، أوكي، مغنيسيوم، ليد، و 3% هي ووتر، 1% هي اورجانيك. ها هي المكونات الكيميائيه اللي موجوده بالانامول، يعني لو نلاحظ انه الانورجانيك هي 96%. هاي لو نلاحظ هنا هذا المخطط، هذا الصوره توضح لي انه نسبه الووتر 3 او 4% والاورجانيك ماتريكس هي 1 والمينرالز وخصوصا الهيدروكس ابيتايد اللي هي 95 او 96%. بعد شو تميز الانامول؟ الانامولز هيدروكسي ابيتايت كريستالز، هي موجوده الهيدروكسي ابيتايت كريستالز موجوده بالبون جسم الانسان وموجوده بالدنتين، لكن اللي تميز تميز الانامول لاير هي تكون لارجست هيدروكسي ابيتايت كريستالز اوف اول ذا كالسيفايد تيشو اوف ذا بودي. ذيس كريستالز ار سسبتبل تو ديسوليوشن by acid and hence provide the basis for the dental caries. الانامول الانامول تيشو تتميز بنسبه عاليه من المعادن وخصوصا الهيدروكسي ابيتات، لكن بعد بها خاصه انه هاي الهيدروكسي ابيتات تكون كلش كبيره وتنطيها قوه وصلاده للانامول. بنفس الوقت هاي الهيدروكسي ابيتات ممكن تتعرض طبعا، يعني شلون يصير تسوس وتاكل ونخر بطبقه الانامول بالاسيد، يصير مادة حامضية على التوث على سطح السن، يصير عملية النخر والكريز. الأورجانيك ماتريكس اللي هي of the enamel is made from non-collagenous proteins and enzymes اللي هي نسبتها 1% of the enamel proteins، يعني هاي المواد اللي عضوية نسبتها شقد؟ كلش قليلة بالإنامل، 1%. من هاي الواحد بالمية اللي هي 90% 90% تكون بروتينز يسمونها أميلوجينينز and 10% are non-أميلوجينينز بروتينز اللي تشمل لي الاميلوبلاستين والانامول لين اند التافت لين. The primary function of the organic material is to direct the growth of the enamel crystals. وظيفة هاي اللي الاورجانيك ماتريكس اللي نسبتها 1%، شوف هاي كلها 1% اللي هي عبارة عن بروتينات، وظيفتها هي اعادة توجيه الجروث مال الانامول كريستالز، يعني تساعد بنمو الكريستالز اوف ذا انامول. نجي الفيزيكال بروبرتيز. الفيزيكال بروبرتيز unlike the other calcified structure in the body, enamel is unique and it is totally acellular. يعني هي acellular، يعني قلنا ما بيها خلايا طبقة الانامل، يعني خصوصا ورا ما تكمل الاميلوبلاست تروح تنتهي وظيفتها، مو مثل الدنتين تبقى الخلايا الاودونتوبلاست شغالة طول العمر. Hardest substance of the human body، كلش قوي هارد، لايك سيراميكس، بريتل اند لو تنسل سترينث لايك سيراميك، ذيرفور انامل ريكواير بيس اوف دنتين تو ويذستاند ذا فورس دورينج ذا ماستيكيشن. يعني هي صح قويه صلده لكن هشه بنفس الوقت، مثل ما
مثل الزجاج. الزجاج هو قوي، يعني كلش قوي الزجاج، لكن بنفس الوقت هو هش، يعني قابل للكسر بسهولة. هذا معنى، لكن هو قوي، الجام قوي، اوكي، لكن هو شنو؟ هارد، لكن بنفس الوقت هو بريتل، مثل الغصن اليابس. الغصن اليابس مال الشجرة هو قوي، شوفه هارد، لكن بريتل بسرعة، شنو يعني؟ ليابل فور فراكتشر، بسرعة ينكسر. نفس الشيء هي الإنامل. لذلك ايش تحتاج طبقة الإنامل؟ تحتاج انه اكو بلو ات استراكشر ذات جيف ذا سبورت اوف ذا انامل. لذلك تحتاج انه اكو جوا الانامل لازم طبقة تكون اسفنجية، هاي الطبقة، وتكون بها مرونة هاي الطبقة، حتى تخلي الانامل تتحمل هاي القوة الهائلة اثناء عملية الماستيكيشن، اللي الماستيكيشن يعني المضغ، الاكل. اذا لذلك تكون طبقة الدنتين ايش بيها؟ بيها نسبة ووتر، وحكينا بذيك المحاضرات، بيها نسبة مرونة ومساحتها السطحية كلش كبيرة، والدنتين هو أكبر the form the bulkus of the tooth structure، يعني أكبر structure بالتوث منه، مو لا البلب ولا الإنامل، هو الدنتين، لأن موجود بالكراون وموجود وين؟ بالروت. بعد it varies in thickness with maximum over the cusp 2.5 millimeter to a knife at the cervical line. يعني thickness مال الإنامل يكون كلش قوي، قريب الانسايزل ايج، قريب الكسب، ويكون كلش قليل بجهة العنق مال التوث سيرفايكل لاين. thickness of enamel in primary teeth is nearly half than that of permanent teeth. وهذا thickness مال الانامل لو يكون بالاسنان اللبنية يكون نصفه موجود بالاسنان، يعني نصف ما موجود بالاسنان الدائمية، يعني معناه thickness مال الانامل بالبيرمننت تيث هو اكثر بضعف من thickness مال الانامل اللي موجود بالبرايمري تيث. cracks are often seen in the enamel teeth. اكو cracks، الكراس هاي التشققات اللي بالجدار مال الانامل وول موجوده نشوفها. unsupported enamel is subjected to easy fracture. This is important concept in the cavity preparation which has to do specifically with the tooth microstructure. هاي شو يقصد بالعباره؟ unsupported enamel يقصد بها انه الانامل الغير مدعومه او الغير مسنوده. احنا قلنا من ساعه انه الانامل شو دبي؟ supported by resilient structure and flexible structure اللي هو الدنتين. اذا الدنتين ما موجود جوا الانامل، الانامل شو تكون؟ تكون هشه وبسرعه تنكسر. اوكي، هاي قاعده لازم تفتهمونها. لذلك مرات من نسوي هنا حشوه للاسنان، هاي بعدين تاخذونها من تبدي تحفر السن وتسوي له حشوه، اذا الدنتين عندك طبقه الدنتين التسوس واصل وما كل، يعني كل الدنتين مذوب، كل الدنتين او غالبيه الدنتين، تبقى الانامل تكون مكشوفه هشه لان ماكو جواها دنتين، لذلك يسمونها هاي unsupported enamel، تكون ماكو جواها شيء يسندها، يعني لان هو الدنتين كله انت شلته خلال التنظيف مال السن، اوكي، حتى ما تخلي تسوس، فهاي يكون عرضه للكسر. اذا الشيء اللي يقوي الانامل هو الدنتين، الدنتين هو ينطيها قوه ويعطيها صلاده ما يخليها تنكسر بسهوله. Enamel is translucent and varies in color from light yellow to whitish. طبعا اللون مالته يختلف من اللايت يلو الاصفر الفاتح او البهت الى الابيض، يعني تكون شفافه. The structures of enamel. Enamel is made of three structures: enamel rod or prisms, enamel rod sheath and inter rod rod substance. Each rod اللي هي شلون العصيات prism is made of millions of crystals. And each rod is formed by four ameloplasts. هاي تركيبتها تحت المجهر تكون عبارة عن شنو؟ عن رودز، يعني شلون العصيات، شلون الحلقات، اوكي، الاسطوانية. وهاي داخلها يتواجد ملايين من الكريستالات، وما بينها ملايين من الكريستالات من الهيدروكسي ابيتايت، وتغطى بشيث، بغلاف خارجي يسمونه الرود شيث اللي هو هذا، اوكي. وكل اربع اميلو بلاز تكوني هي رود، هو سنجل رود. رود ران فروم ذا دنتال انامل جكشن تو ذا اكستيرنال سيرفيس اوف ذا توث. تبدي من مكان من الدنتال انامل جكشن باتجاه السطح الخارجي لايك ذس. هذا الاوتر انامل، هذا الاكلوزال سيرفيس، اوكي، يعني خلينا نقول هذا ممكن هذا الانسايزل ايج هي هاي. شوف نفس المقطع هذا ماخذه منه، انا مخلي كبره مسوي له ماجنيفيكيشن. هاي هي الرودز، اوكي، وهذا الشيث، و
هاي الدوائر، ها هي الرودز وهاي الكريستالز. يس هاي الكريستالز، ها هي انامل رودز، هاي الدوائر هي الانامل رودز، وبداخلها هي الكريستالات، وبين بتوين ايتش رودز، بين يعني بين هاي الرود وهاي الرود يسمونه انتر رود اوكي، او انتر بريزم. هاي هم هي عباره عن كريستالات، والغلاف الخارجي هاي الدائره، الغلاف الخارجي هو يسمونه الشيث. Rods are formed nearly the perpendicular to the dentinal enamel junction. تكون عمودية هي من الدنتين enamel junction باتجاه الكسب. Diameter of the rod at the outer surface is double of diameter at the dentinal enamel junction. احنا من ساحة جينا هذا تكرر هنا، انه القطر مالتها هاي الرودز تكون at the cervical region تكون قليلة اوكي، لكن باتجاه الاكلوزال سيرفيس تكون لارج. كريستالز ذات سراوند ايتش رود اسمها انتر رود انامل رود اند انتر رود انامل از فورمد فروم ذا تومس بروسس اوف ذا اميلوبلاست. لو نلاحظ هاي الاميلوبلاست نهاياتها هي التومس بروسس، هي اللي تكون لي الرود وتكون الانتر رود. هاي الرود اوكي، انتر رود رود، انتر رود رود اوكي. هاي الرود، المسافة بين رود ورود يسمونها انتر رود، هي عبارة عن كريستالات اوكي من الهيدروكسي ابيتيت، والرود نفسيتها هي عبارة عن كريستالز اوف هيدروكسي ابيتايت. لو نلاحظ this another picture، هذا الاكوزال سيرفيس، هاي كروس سكشن مقطع عرضي. لو نلاحظ هاي الرودز وهاي الانتر رودز، هاي الدائرة هي الرودز، والمسافة بين الرود اند اذر رودز هي نسموها انتر رود، وهي كلها مبنيه بالهيدروكسي ابيتايت لايك ذس كريستالز. In cross section the enamel rod have rounded head and body and tail look like the keyholes forming the repetitive series of interlocking prisms. بالكروس سكشن من ياخذ مقطع طولي يلاحظ انه each rods of enamel have head، هذا الهيد، هذا السنتر and neck and this tail، وهذا التيل مالته اوكي. هذا هو الهيد مالتها، ويكون باتجاه الاكلوزال سيرفيس، اما التيل يكون باتجاه السيرفايكال سيرفيس. The crystals making up the rod and inter rod enamel have the same composition but are the orientation is different in direction. يعني المكونات مال الرود والانتر رود احنا حكينا عنها، هي ملايين من الكريستالات، لكن الفرق وين؟ بالاتجاه. الرود اتجاهها وين يكون؟ باتجاه الاكلوزال سيرفيس اوكي. The boundary between the road and inter road is marked by a narrow space filled with organic materials known as the road sheath. Road sheath هذا هو الغلاف الخارجي اللي داير مداير الرود. نجي هسه المن الى الهيستولوجيكال فيتشرز اوف انامل. شنو الهيستولوجيكال فيتشرز اوف انامل؟ The number one هي gnarled enamel. Gnarled enamel هذا histological structure، هو عبارة عن twisting of enamel rod at the incisal edge or at the cusp tip. هذا هو. احنا نعرف هاي الدنتين، هاي الانامل، وهذا الدنتين enamel junction، هاي enamel rods، هاي enamel rods. هي يصير twisting، تعرج، يصير تعرج، او يسمونها الميناء المتعرجة المتموجة، يصير تعرج وتموج بالإنامل رودز بمنطقة الكسب ومنطقة الإنسايزل إيج، يسمونها نارلد إنامل. نارلد إنامل أوكي، ها هي النارلد إنامل أوكي، ها هي النارلد إنامل. وظيفتها تنطي strong property to the enamel، تقوي الإنامل and make the enamel resistant to the fracture، تقوي الإنامل وتخلي الإنامل تقاوم الفراكتشر. نجي الستركتشر الثاني هيستولوجيكلي نسيجيا، هو هانتر شكورجر بانز اوكي. هانتر شكورجر بانز، هذا الهانتر شكورجر بانز ار اوبتيكال فينومين، هي ظاهرة بصرية. كان بي سين ديو تو ريفلكشن اوف لايت، يعني ما تنشاف الا اسلط عليها اللايت وينعكس اللايت. هي عبارة عن تو بانز، نوعتين من البانز، من الأشرطة، اكو دارك بانز اند اللايت بانز. دارك بانز هو
cross section of enamel rod, and the light band represent the longitudinally section inter enamel rods. هاي يا طلاب هاي الدنتين هاي الانامول من اجيب ضوء لايت اسلطه على الانامول حينعكس الضوء الضوء هو اللايت حيبين عندي خطين واحد دارك اند ذا اذر لايت الدارك هو عباره عن الرودز اوكي اند هذا الدارك واللايت هو عباره عن الانتر رودز لايك ذس ذس بيكتشر شوينج ذا هانتر شكورجر بانز هذا الدارك light and light pond okay نجي هسه surface structures of enamel العلامات التشريحيه اللي موجوده على سطح الانامل اول structure the first structure pericamata okay they are transverse wave like grooves believed to be external manifestation to the sutrae of Ritz's. They continuous around the tooth and usually lie parallel to each other and to the cemento-enamel junction. Their course is usually fairly regular, but at the cervical region may be irregular. هاي هطلاب هي عبارة عن خطوط تكون parallel to the enamel surface, parallel to each other, okay, to the enamel surface, وتكون regular, منتظمة. شوف هاي الخطوط اللي تبعوا عليها هي خطوط متوازية, okay, transverse خطوط. وبلاك ستراكشر متموجه وهي متوازيه مع بعضها البعض طبعا قريب الانسايزل ريجن لكن الانسايزل ايج لكن سيرفايكلي وين منطقه السيرفايكل هنا تكون ايريجولار تكون متموجه. الطبقه الثانيه هو يسمونها الانامول كيوتيكل. الانامول كيوتيكل هي عباره عن ديليكيت ممبرين كولد ناس ميثس ممبرين cover the tooth, the enamel of a newly erupted tooth. هو غشاء كلش رقيق يغطي طبقة الانامل بالتوث اللي استوى صار بي eruption بالأورال كافيتي. ها هي الانامل كيوتيكل. نجي الانامل بيليكل. الانامل بيليكل هي هم طبقة formed of the tooth in the oral cavity. يعني هاي تتكون بعدما التوث يصير بي eruption بالأورال كافيتي. لكن الكيوتيكل لا. هي it is present in the newly erupted tooth بالتوث اللي استوى صار بي eruption وطلع بالاورال كافيتي. لكن الانامل بيليكل لا بيليكل هي اصلا التوث صاير بي eruption ورا فتره يلا تبدي تطلع. منين تجي؟ تجي من الاكوايرد سلايفا من اللعاب اند فلورا اند مايكرو اورجانيزمز الفلورا اللي موجوده بالاورال كافيتي اند ذس لاير فورم بروتين فيلم الشكل اللي فد عبارة عن غطاء أو غشاء هذا يكون stick to the enamel يلزق على التو على الانامل مال التوث and prevent the leakage of microorganisms from destruction the enamel structure. هذا شلون الغطاء اللي يتكون هو من اللعاب ومن الفلورا اللي موجودة داخل الفم راح يكون stick يلزق على يلصق على طبقة الانامل ويمنع المايكروأورجانيزم انه تذوب او تخترق طبقه الانامل. لو لاحظ هذا هو الاكوايرد بيليكل هاي الطبقه اوكي. نجي اللاميلي. The fourth structure called lamelli. Thin leaf like structure that extends from the enamel surface toward the dentino enamel junction and maybe sometimes extend to the dentine. Consists of the organic material but with little mineral يعني hypocalcified enamel lamelli usually develops in planes of tension. هاي طلاب الانامل لاميلي يسمونها هي leaf like structure extended from the outer surface of the enamel passing to the dentine to the dento enamel junction and maybe reach to the dentine. هاي هي الانامل وهذا الدنتين and this dentino enamel junction and this the enamel lamelli okay and maybe the site of the weakness of the tooth okay يعني هو شلون الضعف يصير بطبقه الانامل شلون الضعف او الوهن يعني شلون الخط اللي يصير او الفراغ اللي يصير بطبقه الانامل يمتد من الانامل مرورا بالدنتانو انامل جكشن ممكن مرات يوصل المن الى الدنتين وعن طريق هذا ممكن
تخترق المايكرو اورجانيزم والبكتيريا ويصير تسوس كاريز. This هذا الانامول لاملي. نجي انامول ستراكتشرز نير ذا دينتينو انامول جكشن. الستراكتشرز اوف ذا انامول نير ذا دينتينو انامول جكشن. انامول سبايندلز نمبر 1 هي انامول سبايندلز. هاي الانامول سبايندلز هي نارو سبايندل شيبد شورت ستريت ثينك لايك دارك ستراكتشر. اوكي ها هي الانامول spindle extend or near the dentino enamel junctions found most commonly beneath the cusps help to make the dentino enamel junction more permeable. اوكي يسمح يخلي انه اكو فسحة من التبادل ما بين طبقة المينا وطبقة الدنتين. اوكي هذا هو الانامل spindles. نجي النوع الثاني هو الانامل tufts يسمونها. هو thin ripon like structure resembling the tufts which is created by examining such area under low magnification in the thick grounds section. The major organic component of tufts هو البروتين. هذا الدنتين this dentine and this enamel وهاي الانامل tufts. هاي الانامل tufts هي histological structure present near the dentino enamel junction. Major component هو protein وتكون هي hypocalcified. Okay. This slide showing the enamel dentine dentino enamel junction and this enamel tufts and this enamel lamellae. لو لاحظ الانامل lamellae extend from the enamel to the dentino enamel junction and then through the dentine while the enamel tufts near the dentino enamel junction and this represent the hypocalcified region. نجي incremental lines of the enamel. الخطوط الزيادة اللي موجودة وخطوط النمو اللي موجودة بالإنامل. The number one هو cross striations. Each enamel rod demonstrates closely positioned striations along its length known as cross striations or incremental line. هاي خطوط عبارة عن خطوط تراكمية تتواجد. شلون التخطيط يعني شلون واحد يطوخ في شيء يطوخ بالقلم. Okay this when the enamel rods هي تكون داير ما داير الانامل رودز. ماذا تعني هذه الخطوط؟ اوكي these are thought to be formed by the daily rhythm of the amyloplast laying down more and less mineralized enamel. تتكون خلال عمليه تكوين طبقات الانامل مو تتكون تبدي طبقه ورا طبقه وتتكلس بعدين. فهي هاي اللي تمثليها. لو نلاحظ هنا هاي الطبقة الخارجية البري كيماتا عرفناها الطبقة الخارجية الخطوط الموازية وهاي الانامل رودز هاي الدوائر وهاي اللي داير ما دايرها المطوخ هي يسمونها الكروس سترايشنز. اوكي نجي الستركتشر الثاني او الانكريمنتال لاين الثاني هو ستراي اوف ريتزاس. هاي ستراي اوف ريتزاس قبل ما ابدي بيها طلاب بالضبط شايفين الاشجار من يسوونها بالمنشار بالغابات من يقطعونها تشوف العرض او بالطول. اوكي شايف هاي الدوائر هاي تطلع الاكسنتريك لاينز حتى من عندها يقيسون عمر الشجره هي نفسها هي هاي. اوكي يسمونها سترايا الخطوط اوف ريد زاس. اوكي انكريمنتال جروث لاين سين ان انامول اند ار ذا ريزلت اوف ذا انامول ديفلوبمنت. يعني هي بيها ايش قد عمر الانامول هنا. اوكي ها هي ال وين فيود مايكروسكوبيكلي ان ذا كروس سكشن ذي ابير از كونسترينك رينجز resemble the annual rings on the تشبه الحلقات اللي تكون بالأشجار. هاي يا طلاب this enamel this dentine and this dentino enamel junction. ها هي الستراية of red zas. okay and this enamel tufts and this enamel lamellae and this dentino enamel junction. لو نلاحظ هاي البريكايماتا الطبقة الخارجية وهاي هي الستراية اوف ريتزاس. اوكي ستراية اوف ريتزاس وهاي هنا الانامل رودز وهاي الكروس سترايشنز. هاي الكروس سترايشن. نجي لنيونيتال لاين. هذا هو النيونيتال لاينز كونسيدرد از ا لاين از اوف ستراية اوف ريتزاس. هو واحد من الخطوط مال الستراية ريتزاس لكن هو يفصل سيبريت بتوين ذا انامل formed before the birth and the enamel formed after the birth. Okay, this dentine, this enamel, this dentino enamel junction هو خط
يمثل لي نمو الإنامول قبل الولادة وما بعد الولادة. Okay. What are the changes in enamel during the age? أو يسمونها age changes in enamel. With the age, the enamel become worn out because of the masticatory attrition. يعني الإنامل تبقى نفس ما هي وتتغير بتقدم العمر، لا تتغير بسبب الماسكتاري اتريشن، تفقد شوية من قوتها، تفقد شوية من لونها، تفقد من صلادتها. Age also causes a decrease in the permeability of the enamel، تقل نفوذيتها، لأن هي توصل، اللي قلنا أكو نفوذية بين الإنامل وبين الدنتين، تقل هاي البيرميبلتي. بعد الديسكولوريشن حكينا راح يتغير لونها، ما يبقى لونها نفس الشيء، إذا تكون أقل قوة ولونها يتغير وأقل نفوذية. نجي شنو generally three conditions affect the enamel during the amelogenesis. أكو ثلاث تغيرات مهمة تصير during the amelogenesis. Number one هي amelogenesis imperfecta اللي هي disturbances in the hypocalcification and hypomineralization of the enamel. و defects caused by tetracycline drugs. أكو بعض الأدوية تسبب لي فد defect بالmineralization and hypocalcification of the enamels, especially during taking the in pregnancy. خصوصا إذا تأخذ الحوامل. Defect caused by excess fluoride. ويسمونه fluorosis أو مريض يأخذ كل شوية فلور during the development of the enamel خلال تكوين طبقة الإنامل فتصبح يسمونها mottled enamel، إنامل منقطة. Okay. أو مرصعة. Thank you.